مطار مسقط الدولي. اليوم أنا في تغطية يعني حالة غريبة من نوعها ما تحدث إلا بالأفلام وما نشوفها إلا بالمسلسلات. قصة يعني بتدمع العين لما بتتابعوا هذه القصة إلى النهاية. سمعوا القصة وما سبب تواجدنا تواجد التلفزيون والصحافة في مطار مسقط الدولي. رجل تزوج امرأة من زنجبار، بعد ما تزوجها أنجبوا طفل اسمه يحيى. هذا الطفل انفصل الأب عن الأم، فلما انفصل الأب عن الأم قال الأب ما تربين أنتي الولد، فقامت العمة أخذت الطفل معاها إلى السعودية، ربته في السعودية. ظل الأب والأم في تنزانيا سنة سنتين، تزوج الأب حرمة وغيرها وغيرها وغيرها، ونسوا الطفل وعاش الطفل خارج تنزانيا. بعد مرور فترة من الزمن بغت الأم تلتقي بولدها. السنين مرت، الأيام مرت، الشهور والدهور، صارت الأم ما تقدر ولا تعرف كيف توصل للابن. وبعد مرور أكثر من 45 سنة صار ابن عم الولد موجود في عمان، طبعا مش عماني بس عايشين في عمان، راح جاب الأم من أفريقيا إلى عمان. فقعدوا يبحثوا ويتحصوا عن طريق الصور عن هذا الولد علشان يلمون الشمل بينه وبين أمه. ولله الحمد من سنة 1968 والأم تبحث عن ولدها، تم العثور على هذا الشاب، وهو بجنسية بريطانية من أصول يمنية. تم العثور عليه. وين عثروا عليه؟ خلنا نقولكم، يحيى حصلوه في بريطانيا متزوج وعنده عيال، وما صدق نفسه أول ما سمع الخبر أن أمه على قيد الحياة. الكل كان يبحث عن الثاني. عمان ملتقى الأحبة وملاذ لمن أراد الأمان ولمن أراد أن يبحث عن 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 حبيبه وعن شخص فاقدنه. فهذه البلد تلم شمل الأحبة. اليوم إحنا جايين نستقبل يحيى بعد أكثر من 45 سنة وهو يبحث عن أمه. بناخذه من مطار مسقط وبنلاقيه بأمه. تابعوا تلفزيون سلطنة عمان وأهله وجريدة عمان بانتظار الآن يحيى وهو قادم من بريطانيا. ووصل يحيى الحمد لله على السلامة. هذا يحيى وصل بعد مرور أكثر من 45 سنة، وهذا طبعا يلاقي الآن ابن عمه. الفرح على السلامة. الله يسلمك عافيك. أهلا وسهلا بك. أهلا في عمان. بلد السلام. نعم. والأمان. نعم. أول حاجة شعورك وأنت في عمان؟ هذه أول زيارة لك في عمان؟ أول مرة في حياتي. سمعت عن عمان؟ سمعت عن عمان ولفت وكنت شيخ جفرة وزورتها الحمد لله. وزرتها. وجيت. ولكن اليوم الزيارة زيارة مختلفة. هي مختلفة. زيارة مفاجأة كبيرة. بلقاء من؟ بلقاء الوالدة. تبحث عنها من كم سنة؟ فوق بيجي 50 سنة. 50 سنة. اليوم احنا رايحين كلنا مع بعض علشان نشوف الوالدة. اول شيء بتعمله اول ما تشوف الوالدة؟ والله ربك بيستر ان شاء الله. ان شاء الله. اذا كلنا مترقبين الان بنطلع مع بعض ان شاء الله عشان نشوف لقاء يحيى بوالدته بعد عمر اكثر من 45 سنة. بسم الله. توكلنا على الله. طبعا يحيى الان يقابل اخته من الاب.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. يحيى طبعا الآن لقى أخته من الأب، يستاهل يستاهل الحمد لله. شعور جدا جميل، شعور جدا جميل حقيقة. أنا مع أخوي أحمد الحبسي مع العائلة اللي كانت تبحث عن ابن عمهم يحيى. الحين احنا بنسبق يحيى وبنروح نصور والدته اللي قاعدة على أحر من الجمر بانتظار ولدها. خلنا نشوف الأحداث هناك عند الأم، بعدين بصوركم لقاء الابن مع عمه. أحمد جاهزين؟ مرة جاهزين، توكلنا على الله. وصلنا للأنصب، للبيت اللي تقيم فيه حاليا الوالدة زبيدة. إيش الشعور؟ إيش الشعور يا ترى؟ خلنا نشوف. ووصلنا مع الوالدة زبيدة، الله يحفظها ويطول بعمرها، وهي في عمان وتنتظر ابنها. أباك تسألها، قل لها الآن إيش شعورها وهي تنتظر ولدها. فرحه واجد الحمد لله. وكم سنه وهي تري ولدها؟ ميك من قبل وانا مو يوم تتوكل 46 سنه وهي تري ولدها. الله، انا مترقب، انا فيني من الاحساس الان والمشاعر، اني يعني ما تعرفون ايش كثر بداخلي انتظر اللحظه اللي بيدخل فيها يحيى وبيلاقي أمه بعد فراق 46 سنة. إن شاء الله تشوفيه الوالدة، قول إن شاء الله بتشوفيه الآن 10 دقائق. وفي هذه اللحظات يصل الابن يحيى لملاقاة والدته بعد فراق دام 46 عام. مرحبا يا يحيى، مرحبا يا يحيى، اهلا وسهلا بك يا يحيى. تفضل 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 يحيى. والدتك على طول. الوالده على الوالده على الوالده. الحمد لله رب العالمين. بعد فراق 46 عام يحيى يلاقي أمه. الحمد لله، تكبير. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. مبروك يا يحيى، مبروك مبروك، تستاهل. الحمد لله رب العالمين. أخوي يحيى بعد ما لقيت الوالدة الحمد لله رب العالمين، آخر كلمة حاب تقولها؟ والله أقول أشكرهم اللي ساهموا واللي جابوا واللي ما شاء الله قاموا بالواجب هذا، جزاهم الله خير. وعمان هي أولها وبلاد الخير وبلاد التجمع الحمد لله، بلاد كل شيء الحمد لله وشكر الله. وأنا أتمنى لكم كل خير، جزاكم الله خير كلكم من تساهم. الحمد لله وشكرا لأهله في عمان، كلكم مشكورين وجزاكم الله خير. كل من ساء للم شمل الابن بوالدته جزاكم الله خير. وصلنا لنهاية تغطيتنا، هذه التغطية المميزة. ألف مبروك ليحيى وشكرا لأهله في عمان على جهودهم الكبير. مع السلامة.